السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. في نهاية شهر نوفمبر 2018 وصل إلى قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو، وكان ذلك مؤشرا لمهمة شاقة وتحد صعب لقيادة محافظة شبوة في مرحلة لا ينقصها التعقيد ولا التحديات. بدا الرجل منزعجا على غير عادته مما كان ينظر على واقع محافظته، فقد مضى عليها الكثير من المحافظين وهي تغرق في الفشل، رغم أنها محافظة نفطية وتعاقب عليها أكثر من 24 محافظا. قضي الأمر وأصبح بن عديو المحافظ رقم 25 لشبوة. زاد من تعقيد الأمور الإجماع الشعبي والترحيب من جميع أبناء شبوة، الجميع بلا استثناء، وربما هي واحدة من الحالات النادرة التي أجمع عليها الناس بالتأكيل. شكل ذلك تحد إضافي، فقد بات الناس ينظرون للرجل بأنه منقذ شبوة. كان مثقل بالكثير من التعقيدات والأزمات والمشاريع المختلطة والأجندات والمؤامرات لشبوة، لكنه خرج بشبوة من تحت الركام كطائر الفينيق، محملا بالتنمية والازدهار، وترك كل العوائق التي بل تجاوزها، وباتت محافظة شبوة قبلة للتنمية والنهضة والريادة. ما الذي جعل شبوة تتفرد وتتميز كغيرها من المحافظات والمناطق المحررة بكل هذه الإنجازات؟ أين هو السر وأين يكمن هذا النجاح؟ إذن نحن أمام تنمية وازدهار، أمام نهضة، أمام أمن، أمام استقرار. ما هو السر الذي جعل من شبوة عنوانا بارزا ونموذجا مشرقا في التنمية والأمن والاستقرار؟ شبوة عمان من الإنجاز والتنمية هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. وكما هي العادة أن ننبهكم أو أن نلفت عنايتكم إلى أننا نستقبل رسائلكم عبر الواتساب، الرسائل النصية والرسائل الصوتية ورسائل الفيديو، عبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 00966539 3359 3959. نستقبل مشاركاتكم عبر رقم الواتساب، وأيضا عبر هاشتاج البرنامج الكلمة لك، أو على صفحتينا في الفيسبوك وتويتر الكلمة لك، وأيضا على هاشتاج شبوة عمان من الإنجاز والتنمية. قبل أن أشرع باستقبال مشاركاتكم، دعوني أتابع هذا الاستطلاع، استطلاع الرأي الذي وضعناه على حساب البرنامج الكلمة لك. في هذا الاستطلاع الذي سألنا المتابعين وقلنا ما الأسباب التي جعلت شبوة تقدم نموذجا مغايرا عن بقية المحافظات المحررة على صعيد الأمن والتنمية، هل وعي وحضور القيادة الفاعل، أم تفعيل مؤسسات الدولة، أم رفض المجتمع لمشاريع الفوضى، أم دعم الدولة المركزية لشبوة؟ تستطيعون المشاركة في هذا الاستطلاع من خلال زيارة حساب البرنامج الكلمة لك على صفحتنا في التويتر، على صفحة البرنامج
في تويتر. إذن سنستعرض نتائج استطلاع الرأي هذه بعد الفاصل. لدي أحد أنبل أبناء شبوة وهو صديق دائم وعزيز للبرنامج عوض كعد العولقي. عوض يعني بالمقارنة بين المحافظات المحررة الأخرى شبوة تفردت وتميزت كثيرا عن بقية المحافظات. برأيك كأحد أبناء شبوة وكمطلع على مسيرة الإنجاز التي شهدتها شبوة، ما الأسباب التي جعلت شبوة تتميز؟ أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة الثورة والثوار. حياك الله. بلادي شبوة يا مسقط الرأس، حبها لا يساويه ذهب الدنيا ولا الماس، حبها يجري في فؤادي وفي عروقي كحبي لكل الناس. هذا أولا. الله الله، تستحق محبة الناس جميعا، وأنت أيضا يليق بك أخي عوض، كل التحية لك. حياك الله يا أستاذ محمد. طبعا من على هذا المنبر الحر أقدم جزيل الشكر والتقدير لمحافظ الشبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو وجميع المسؤولين في محافظة شبوة، مدنيين وعسكريين، على كل الجهود الذي بذلوها لترسيخ أعمدة وأسس البذور الأولى للدولة اليمنية الاتحادية المكونة من 6 أقاليم المنشودة، والتي سوف تتحقق يوما ما مهما طال الزمن. فشبوة أستاذ محمد حققت إنجازات ومشاريع تنموية في خلال 2 منذ تولي الأخ محمد صالح بن عديو الرأس الهرم في السلطة المحلية في محافظة شبوة. ففي خلال 2 أستاذ محمد ما حققته محافظة شبوة من مشاريع تنموية عملاقة لم تشهدها محافظة شبوة في عهد الدكتاتور الراحل علي عبد الله صالح خلال 33 عام. وهذه المشاريع تم تنفيذها في زمن الحرب القذرة التي شنها الحوثيين ومن تحالف معهم من ضعفاء النفوس على الشعب اليمني العظيم، والتي أكلت الأخضر واليابس خلال 6 سنوات. تصور لو إن هذا الرجل تسلم مقاليد السلطة والوطن اليمني الحبيب ينعم بالأمن والاستقرار، لكانت شبوة اليوم تضاهي بعض الدول المجاورة. وهذا يدل أستاذ محمد على الجهود التي بذلها هذا الرجل، وأنا هنا لا أمدحه، وليس من النوع الذي يمدح المسؤولين. أعرفك جيدا. وأنا أنتقد المسؤولين من رأس الهرم إلى قاعدة الهرم. وهذا الرجل مشاريعه على الأرض هي التي تشهد له، وأنا شهادتي مجروحة في هذا الرجل لأنني من أبناء محافظة شبوة. وهناك تم تنفيذ 60 مشروعا خلال 2. إذا كان هناك وقت أستاذ محمد فإنني سأذكر أبرزها. وليس كل الأبرز كل. نعم، أبرزها: إعادة أعمار جسر السلام، سفلة الطريق مفرق العبر عساكر دهر، طريق نصاب حطيم مودية، طريق نعضة العبيلات السليم مديرية عسيلان، طريق الحجرة ثورة مرخى السفلى مديرية مرخى السفلى، طريق العرم هدى مطهاف
مديرية حبان، طريق باء كبيرة الشعيب، عماقين مديرية الروضة، طريق قرن ندلة الضبيب الضبية المافود مديرية عرمة، طريق مرة طريق مرة حوشفان مديرية مرقة السفلى، تأهيل وصيانة شوارع مدينة عتق، سفلة الخط الدائري والشوارع الفرعية في مديرية بيحان، شق وسفلة عقبة رجلان مديرية الصعيد، وهذه مسقط الرأس الذي أنتمي فيها في محافظة الشبوة، سفلة الشوارع الداخلية في مدينة عزان مديرية مفعى، طريق الحمي سعدة مديرية عسيلان، توسعة وسفلة المدخل الشرقي لمديرية نصاف، طريق يردان مديرية يردان، طريق واسط الهجير مديرية مرخى السفلى، طريق النصرة يباء مديرية مصاب، شق طريق رفض عدس رفض عدس ترميم أحور عين باء معبد مديرية رضوم. في مجال التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والفني تم اعتماد مبنى جديد لكلية التربية وجاري العمل فيه، ترميم كلية المجتمع وبناء 5 قاعات جديدة، ترميم كلية التربية بيحان والمعهد الصناعي، تأسيس كلية التربية عتق وكلية المجتمع ومركز الدراسات العليا في كلية النفط والمعهد الصناعي. تم تنفيذ أكثر من 35 مشروعا في قطاع التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والمهني، 1200 وظيفة تقاعدية اعتمدها المحافظ محمد صالح بن عديو بن عديو لمكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة لتغطية المناطق الريفية والنائية بالمعلمين والمعلمات، أكثر من 300 مشروع نفذ في البنية التحتية في قطاع الكهرباء وفي الرياضة، تم تعشيب ملعب الفقيد الخليفي، بناء مدرجات ملعب الفقيد الخليفي، ترميم مكتب الشباب والرياضة، ترميم بيت الشباب. القائمة القائمة تطول عوض، إلى جانب ميناء قنا، إلى جانب يعني مشاريع استراتيجية، ليست يعني هذه المشاريع يعني ستمنح شبوة الكثير. نعم برأيك تسوير، لو تكرمت يا سيد محمد في الثواني الأخيرة، تسوير نادي التضامن، بناء سور الملعب البراح نادي الطليعة في محافظة الشبيك، توقيع عقد بناء منصة رئيسية لملعب الخليفي، بناء سور لملعب البراح نادي الطليعة مدينة حبان، توقيع عقد بمئة مليون دولار لبناء ميناء عام، حتى انه محافظة شبوة تصبح محافظة مستقلة في يعني في مسألة الاستيراد والتصدير. نعم مسألة استيراد والتصدير. هذا يا أستاذ محمد قطرة من بحر، والوقت لا يتسع أن نجرد المشاريع التي نفذت في عهد هذا الرجل الوطني. إذن ما هو السر؟ ما هو السر يعني عوض؟ هل السر في قيادة المحافظ وحنكته وإدارته للأمور التنموية بأمانة ونزاهة وأيضا بقوة، أم هناك أيضا مجتمع مساند له يعني وضع يعني منحه الثقة والإسناد الشعبي والمجتمعي، أم في موظفي دولة شعروا بأن هناك قائد يعني قريب منهم يحاسب، يتم محاسبة المقصر وأيضا يتم منح يعني الذي يعني يقوم بعمله على أكمل وجه، منحه الامتيازات حتى يؤدي عمله على الوجه المطلوب، ما هو السر؟ طبعا أستاذ محمد، في مقولة تنطبق على هذا الرجل، إذا فسد الرأس فسد الجسد كله، وإذا صلح الرأس صلح الجسد كله. فهذا الرجل منذ توليه منصب محافظة شبوة بذل كل جهوده لتسخير جميع إيرادات المحافظة في مشاريع تنموية في جميع المديريات
مديريات المديريات محافظة شبوة بدون استثناء، إلا إذا كان هناك تكاسل من مدير المديرية. هناك بعض المدراء المديريات يتقاعصون حتى في رفع تقارير للمحافظ بما تحتاجه هذه المديريات. وأنا قد كتبت منشورات وحسيت محافظ المحافظة على أن يقوم بعمليات يعني عمليات زيارات خاطفة لهذه المديريات، ويلتقي بأبناء الشعب ويسمع إلى صوت المواطن، ماذا يحتاج هذا المواطن في هذه المديرية أو تلك المديرية. نعم. أين الخلل؟ هل هو من المدير المديرية أم إن هل معقول أن يعني مديرية زي مديرية الصعيد آلاف عدد سكانها يذهبون إلى المحافظ ويتقدموا بطلب لبعض المشاريع التنموية كالماء كالترميم بعض الأشياء الأساسية الطرقات. نعم، يعني أنا أقول أستاذ محمد إنه الرجل هذا أولا حصة شبوة من النفط هي 20%، ثانيا الإيرادات ضبط الأوعية الإيرادية. نعم نعم، الرجل هذا يعني يعمل ليلا ونهارا، تشاهد وتسمع صوت المعدات في كل مكان، في الجبال في الوديان داخل الشوارع حتى بسفلة الطرق، ليلا ونهار وهو يعمل. وفي نفس الوقت الطاقم الذي يعمل مع المحافظ يعمل بكل جهد وبكل أمانة وبكل أخلاص، ونحن بين الحين والآخر ننتقد المحافظ إذا هناك هفوات، ومن حق أي مواطن أبناء شبوة نعم نعم أي هفوات، فإن صلح هذا الرجل فإننا سنقف معه، وإن انحرف فإننا سنقف ضده. لكن هذا الرجل يعني من خلال عامين أحرج جميع المحافظين اللي سبقوه يا أستاذ محمد، وجعل الشعب يقف، المجتمع بكل أطيافه والمجتمع أطفال ورجال ونساء يقف إلى جانبه. يعني تصور خلال 33 سنة من حكم الدكتاتور علي عبد الله صالح وعصابته من المؤتمر الشعبي العام، وأنا هنا لا أعمم، وبعض الأحزاب الأخرى، لم ينفذوا أي مشروع في محافظة شبوة. وهذا الرجل وفي زمن الحرب التي أكلت الأخضر واليابس وخلال عامين، يعني أنا أقول لك الوقت ليست مجامل، لكن الوقت لا يتسع يعني ربما من المشاريع. نعم، هناك طبعا لا يعني هناك الكثير، هنا بعض المشاريع، مشروع ميناء بالحافو يعتبر من أهم المشاريع. ملاحظة أخيرة أستاذ محمد، ملاحظة أخيرة لو سمحت. نعم، أنا من على هذا المنبر الحر أوجه رسالة إلى محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو ومدير شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول باستحداث نقاط تفتيش عند مداخل العاصمة عتق، ومنع دخول السلاح إلى العاصمة عتق. والخطوة الثانية إصدار قرار حازم وصارم إلى جميع المواطنين في خلال 3 أشهر، عليهم أن يسلموا أسلحتهم للسلطة المحلية في محافظة شبوة، وأن يأخذوا المقابل المالي مقابل أسلحتهم. يا أستاذ محمد، هناك عندنا ناس يعني للأسف الشديد يستخدموا السلاح استخدام خاطئ، يعني نتقاتل للخلاف على ربطة قات في سوق القات، نتقاتل في خلاف على متر من الأرض، نتقاتل من الخلاف على أجر السيارة. يعني أنا هنا لا أعمم، هناك في ناس لا يعرفوا استخدام السلاح، ولهذا علينا أن نثبت أننا كباقي دول العالم. كل دول العالم أستاذ محمد لا يحمل السلاح إلا الجيش الوطني والأمن، ولهذا يجب أن نثبته في العاصمة عتق بالقانون، على الأقل في عاصمة تدريجيا حتى نعم. حتى نعمم هذا على باقي المديريات وحتى على كل المحافظات، تكون شبوة نموذج لجميع المحافظات في الجمهورية اليمنية. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك عوض كعدل، أحد أبناء محافظة شبوة. سردت لنا ما حدث في شبوة من تنمية، من نماء، من ازدهار. شبوة يليق بها كل ذلك، وأكثر شبوة تعتبر يعني طبعا من المحافظات التي من المفترض أن تكون هناك رعاية واهتمام من الدولة المركزية، ولكن محافظ شبوة تفرد بنزاهته، بريادته، بقيادته للمحافظة، بوعي
وأيضا بإرادة وإدارة، عندما تتوفر القيادة والإدارة والنزاهة ستتوفر كل شيء، سيتوفر الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، سيشعر المجتمع بحضور الدولة وفاعليتها. دعونا نقرأ ما كتب على الواتساب. إذن لدي اتصال. علي عبد الحميد، مرحبا بك يا علي. مرحبا وسهلا، مساء الخير، كيف حالك؟ طيب، مساء النور. علي عبد الحميد، ونحن نناقش عن شبوة استعرض لنا مثلا عوض، يعني جملة من المشاريع يا أخي التي تستحق الاكتفاء. شبوة يحمد الله على ما عند لهم من محافظ مخلص لوطنه ولمحافظته، يعني كل حاجة، وللنظام الجمهوري. هذا المحافظ يضرب له التاريخ، يعني رجل ما 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 حد يقول في أي حاجة. نسأل من الله تعالى المحافظين الباقيين أن يكونوا حتى نص من الذي عمله هو، سواء في حضرموت أو في عدان أو في تعز أو في مارب. هذا الرجل يعني رجل مقدس بالفعل. وطبعا علي عبد الحميد، طبعا هناك محافظين عظماء أيضا، يعني ويعني لا يسعنا إلا أن نتحدث عن محافظة مأرب التي يد تبني ويد تقاوم، ولكن المحافظ هذا رجل مخلص وطني لأبعد الحدود. يعني هناك عوامل أخرى نقول له شكرا وشكرا وشكرا، عرف كيف؟ ونشكر كمان محافظ عدن السابق ولد سالم ربيع علي، هذا كان من أحسن المحافظين. ولكن عندنا محافظين بالباقية المحافظات ولا حاجة. عندنا احنا محافظ بتعز، يوم بتعز يوم بالتربة وشهر بالقاهرة، والله ما هو ساب المحافظة اي شيء. وهذا طبعا هي دعوة ليس لمحافظ تعز، وانما لكل المحافظات ان يكونوا على قدر المسؤولية. المحافظات يهتموا بالمحافظات، يهتموا بالشعب، لكن كل واحد يبغى يوم ولا جيبه. والله ما في واحد زي من رجل هذا، رجل مقدس، سواء هو ولا محافظ مارب وحضر موت او لا، يعني كل حاجة. أنا المفروض أن يحترموا الشعب، يحترموا المواطن، ينتبهوا لمحافظتهم. والمفترض أن تكون هناك دولة في المحافظين الباقيين، أن تكون هناك دولة فاعلة كالحكومة تراقب المشهد، وإذا وجدت تقصير من أي محافظ يتم إقالته، لما لا؟ والله ما في المحافظة الشرعية ما هي محمل المحافظ والله من أي حاجة. أنا من أبناء تعز، عندنا المحافظ يوم بتعز وشهر واسبوعين بالتربة والباقي في القاهرة، والله ما ينزل المحافظة ولا نسافر المحافظة، ولا عندنا اللي هو نائب في المحافظة والشرطة العسكرية هو اللي يقام المخلافي وغيره اللي يقام في المحافظة. ما المحافظ ولا هو محمل له ولا سائل بأي شيء، بالرغم أن تعز يعني تعز الأكثر كثافة والأكثر حضورا، تتعرض للحصار، هي بحاجة إلى حضور فاعل للسلطة المحلية بإدارة المشهد. نشكر المخلافي ونشكر مدير الشرطة العسكرية ونشكر القادة العسكري اللي واقفين صامدين داخل المحافظة، لكن المحافظ يوم أقول لك بتعز يوم بالتربة وأسبوع بالقاهرة، ولا هو محمل لك والله ما وسائل بأي حاجة ولا في أي شيء. وهذا نتحمله أكثر العباء في المحافظة، يعني كل حاجة ما قصروا يعني. ونشكر جميع المحافظين أنهم مهتموا بحاجة من قدر المستطاع يعني. وعلى الشرعيه تشوف اللي المحافظ اللي ما هو كويس يا اخي تقول له الله يسهل امرك. صدقت، صدقت، والامر سهل جدا بيدها القرار. اشكرك علي عبد الحميد، اشكرك كل الشكر على ما تفضلت بالحديث به عن ما الذي يجب على، يعني نحن امام يعني نموذج مشرق، يعني لا ينقص هؤلاء المحافظين، هؤلاء المحافظين لديهم ميزانية معتمدة من الدولة، لديهم إيرادات، لديهم كل ذلك. ما الذي يمنعك من أن تخط طريقك؟ ما الذي يمنعك من أن تتجاوز كل الصعاب والتحديات وتثبت وجودك بالتنمية، بالازدهار، بالأمن، بالاستقرار، بخدمة المواطن؟ أنت مجرد خادم للمواطن، أنت مجرد أجير لدى هذا المواطن. هذا المواطن هو يعني لا، وجدت الدولة، وجدت الحكومة، وجدت السلطة المحلية لخدمة هذا المواطن، المواطن الذي يستحق الرعاية، الاهتمام، تلمس أموره في كل الاتجاهات.
يعني المحافظ الذي يرى نفسه أنه أكبر من محافظتي، أو أنه يعني ربما يتأفف من انعدام بعض الخدمات ثم يفر إلى دول الجوار يعني ليرضي غريزته في بعض الخدمات وغيرها أو الاسترخاء وغيره، هذا لا يستطيع ولا يليق به أن يكون محافظ. المحافظ المعجون بآلام الناس ومعاناتهم، الذي يشعر بآلام الناس ومعاناتهم ويمضي بخطى واثبة، بقيادة فاعلة، بقوة، بنزاهة، بأمانة في تعزيز حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها. دعونا نقرأ بعض التعليقات التي وردت أولا على الواتساب، التي وردتنا على الواتساب. دعونا نتابع هذه الرسائل التي جاءتنا. أولا أحمد حسن العدني يقول: الذي جعل شبوة تتفوق قائد كفء ومخلص، ومن ورائه أبناء شبوة بكل أطيافهم يحبون وطنهم ولا يقبلون التدخلات الخارجية التي من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي. انضووا جميعا تحت راية واحدة اسمها العلم الجمهوري، لم يرفعوا شعارات حزبية أو مناطقية أو لدول خارجية. أخذوا العبرة من عدن فرفضوا الانتقال، ومن صنعاء فقاوموا الحوثي. أدركوا أن شبوة تتسع لكل اليمنيين فلم يسمعوا لصوت العنصريين والمناطقيين ولا المرتزقة المجندين لخدمة أجندات خارجية. أدركوا أن سواحل وموانئ وثروات اليمن في نظر أطماع خارجية، فتوحدوا للحفاظ عليها من الضياع بين أطماع الخارج وخيانة الداخل وغباء الساسة. أيضا في هذه الرسالة التي وردتنا من طارق المليح يقول: حقيقة تقال بأن محافظ شبوة ابن عديو نقل شبوة نقلة خيالية في فترة وجيزة، وهي عامين من الإنجازات والتنمية. من زار شبوة قبل عامين وزارها حاليا الفرق واضح وضوح النهار، كيف كانت وكيف هي الآن. ندعو جميع المحافظين أن ينافسوا هذا العملاق ولو بشيء بسيط. إذا كل مسؤول أو وزير في الشرعية مثل ابن عديو فإن اليمن إلى خير في كل المجالات. كل يوم وشبوة تتقدم للأفضل، ونقول للذين يشمتون ويسيئون لابن عديو: موتوا بغيظكم، حفظ الله الرجال المخلصين. أيضا في هذه الرسالة التي وردتنا من فهد الجبوبي يقول: لا نستغرب على إنجازات شبوة، لأنها من أنجبت الأحرار وعلى رأس محمد صالح بن عديو، وهكذا يشتغل الأحرار المخلصين لمحافظتهم، ينجزون المشاريع العملاقة في وقت قياسي. أنجزت السلطة المحلية بشبوة أكثر من 212 مشروع خلال عامين. كانت شبوة مهمشة من قبل النظام السابق، لكن اختصرها بن عديو في جعلها تنعم بمشاريع ما وصلت لها العاصمة صنعاء. ونذكر بأن قيادة مثل قيادة شبوة ومأرب قليل في هذه المرحلة الاستثنائية. برغم إيقاف تصدير الموارد، نطالب من أبناء الشعب اليمني المطالبة بخروج الإمارات من بلحاف. أيضا في التغريدة أو في الرسالة التالية، جمال العزعزي يقول: شبوة وما أدراك من هي شبوة، عامان من الأمن والاستقرار، شبوة الحضارة والتاريخ، شبوة الكرم والشهامة والرجولة. فشبوة اليوم تقدم نموذجا للدولة المدنية الحديثة بقيادة محافظها الفذ المناضل محمد بن عديو. رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجه طريق تقدم وتطور شبوة، شبوة رزقها الله رجال دولة مخلصين لمحافظتهم وللمناصب التي تقلدوها. فرجال الدولة المخلصين النزيهين في أي محافظة كانت تتقدم تلك المحافظة تنمويا واقتصاديا وثقافيا. فالغيث محل ما وقع نفع، فإلى الأمام يا شبوة، ومن تقدم إلى تقدم. أما عمار الأضرعي قال: لو كان في كل محافظة محررة بن عديو أو سلطان العرادة أو عصام الكثيري لكان وضع المناطق المحررة أفضل بكثير مما هو الحال عليه اليوم. شبوة مشاريع كبيرة وعظيمة وفي وقت بسيط، دليل واضح أنه بالإمكان صناعة المستحيل في المناطق المحررة، لكن تحتاج إلى رجال صادقين ومتواجدين في الميدان أمثال ابن عديو والعرادة والكثيري. إذن هذه أبرز ما وردنا من رسائلكم على رقم البرنامج الواتساب.
تستطيعون المشاركة وتعدد المشاركة وتنوعها من رسائل نصية إذا إلى رسائل صوتية أيضا وإذا إلى رسائل فيديو. ما عليكم إلا متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرفون مواضيعنا لترسلوا رسائلكم أولا بأول. مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستعراض مشاركاتكم وأرائكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك في هذه الحلقة التي نسلط الضوء فيها عن شبوة عامان من التنمية والإنجاز. وضعنا استطلاعا للرأي على صفحة البرنامج الكلمة لك على التويتر وسألنا المتابعين وقلنا لهم ما الأسباب التي جعلت شبوة تقدم نموذجا مغايرا عن بقية المحافظات المحررة على صعيد الأمن والتنمية. هل وعي وحضور القيادة الفاعل أم تفعيل مؤسسات الدولة أم رفض المجتمع لمشاريع الفوضى أم دعم الدولة المركزية لشبوة؟ وعي وحضور القيادة الفاعل صوت لهذا الخيار 49%. تفعيل مؤسسات الدولة صوت لهذا الخيار 7.1%. رفض المجتمع لمشاريع الفوضى 34.7. دعم الدولة المركزية لشبوة 9.2. إذن الغالبية العظمى تقول عن أكدت على أن وعي وحضور القيادة الفاعل في إدارة المشهد والسلطة المحلية هو الذي جعل شبوة تتفرد وتصنع نموذجا مغايرا ومتميزا، إضافة إلى رفض المجتمع لمشاريع الفوضى، لأن مشاريع الفوضى والملشنة وغيرها هي مشاريع تدميرية تقضي على كل معاني التنمية. إذن هذه نتائج استطلاعات الرأي التي وردتنا على الصفحة التي أيضا وضعناها على صفحة البرنامج الكلمة لك على تويتر. تستطيعون متابعة حساب البرنامج الكلمة لك على تويتر لتعرفوا أولا بأول مواضيع البرنامج، استطلاعات الرأي وغيرها. إذن أما فيما يتعلق بالمشاركات على هاشتاغ شبوة عامان من الإنجاز والتنمية، فقد وردت هذه التغريدات التي سنستعرضها في هذه السلسلة، سلسلة تغريدات كتبها نشطاء كتاب سياسيون يمنيون احتفوا بشبوة بنموذج شبوة وتفردها أمام يعني تفردها عن بقية المحافظات المحررة. في هذه التغريدة كتب الشاعر علي أبو هويدة يقول: بنعديه شخصية وطنية الأقوى والأبرز في الشخصيات المدنية لعام 2020 الذي تحدى الصعاب ومارس مهامه بجدارة ونقل شبوة نقلة نوعية إلى الصدارة من حيث الإعمار والتنمية. في التغريدة التالية كتب أيضا وهذه صورة يعني أيقونة شبوة عامان من الإنجاز والتنمية. في التغريدة التالية كتب زيد علي الشليف: بنعديه محافظ شبوة استطاع أن ينقل المحافظة خلال عامين فقط نقلة نوعية في شتى المجالات وبأقل الإمكانيات وفي ظل حرب وأوضاع أمنية صعبة، ليثبت أن أزمتنا دائما تكمن في القيادة وليست في الإمكانيات. مكافحة الفساد وحسن اختيار الأشخاص أهم خطوة نحو البناء. أيضا في التغريدة التالية كتب أكرم الدبعي: التحية لأبناء محافظة شبوة ولمحافظها المخلص بن عديو خاصة، وندعو الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم، ونقول لهم إن طريق النجاح فيها الكثير من أسباب التعثر، تحتاج إلى الصمود والإصرار والمثابرة، ضعوا اليد في اليد وتفاءلوا خيرا، لأن نهج الأبطال يهزم العقبات والحواجز. أما محمد التويجي يقول: عامان من الحس بالمسؤولية للمحافظ البار بن عديو، عامان من الجهود التي تلمس على الأرض، عامان من العمل الصامت الذي أذهل الصحافة الأجنبية، عامان من القول والفعل. في التغريدة التالية كتب أيضا صالح منصر اليافعي: مرت عامان على تولي بن عديو إدارة محافظة شبوة، نحتاج إلى أيام لإحصاء منجزات هذا الرجل من طرقات وجسور ومنشآت حيوية وإصلاحات ومشاريع تنموية ومدارس ومعاهد وحدائق وإعادة بناء مؤسسات ومرافق الدولة وأقسام الشرطة ومد خطوط الكهرباء والمياه إلى كل مديرية.
أما شبل شبوى العولقي يقول: شموخ بحقيقة وإنجازات تسابق الزمن وطموح يعانق الثريا، مشروع قائد بامتياز. أما فرحان يقول: من يريد يخدم وطنه بإخلاص فليقتدي بمحافظ محافظة شبوى محمد صالح بن عديو. سمير حسن: شبوى عمان من الإنجاز والتنمية، شبوى نموذج للدولة التي ينشدها الجنوبيون واليمنيون بشكل عام، فهي قدمت كمحافظة نموذجا تنعم بالأمن وتنتعش اقتصاديا وتنمويا وكإدارة نجحت في التصالح مع جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم وميولهم الفكرية وآرائهم السياسية والحزبية. صالح منصر يقول: 26 عاما مر على شبوى منذ 67، لم يفعل أحد لشبوى مثل ما فعل بن عديو، ولن يمر على شبوى أفضل من هذا المحافظ، فحافظوا عليه أبناء شبوى أو نجيب لكم واحد من جماعة قدمنا شهداء حتى تعرفون قيمته. سامي حروبي يقول: ما حققه محافظ شبوى الأستاذ محمد صالح بن عديو خلال عامين أربك الحاقدين على الوطن وعملائهم، أصبحت شبوى الوجه المشرق لليمن الاتحادي الجديد، وأمست عدن مظلمة في ظل حكم الميليشيا، لا كهرباء ولا أمن وتزايد مستمر للقتل فيها، فسلام على شبوى إلى يوم الدين. أما ماجد عياش يقول: مثلت شبوى نموذجا رائعا للدولة المدنية الحديثة المنشودة التي يتطلع إليها اليمنيون من خلال النهضة والتطور والأمن والاستقرار الذي حدث فيها خلال عامين على الرغم من الوضع العسكري والاقتصادي الذي تعيشه اليمن. يوسف القحمي يقول: إذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا عف الراعي عفت الرعية، إذا صدق المسؤول صدقه رعيته، ونحسب محافظ شبوى ومواطنيها كذلك. يسلم البابكري يقول: 26 من نوفمبر 2018 يوم مهم، فيها بدأت حكاية النهوض لمحافظة شبوى، أصبح فيها محمد صالح بن عديو محافظا يقودها من تحت ركام الإهمال إلى صدارة المشهد الوطني. ياسين العقلاني يقول: لم تعد شبوى كما كانت قبل تعيين محافظ محمد بن عديو محافظا لها، فمنذ ذلك الحين تتقدم بخطى متسارعة في مختلف المجالات. الطير الجمهوري يقول: مأرب وشبوى نموذجان واضحان وجليان لحضور الدولة، فوجود الدولة هو القانون الذي يحكم الجميع، هو الأمن، هو الاستقرار، هو التنمية، وغيابها غياب للقانون وظهور للميليشيا والقتل وعدم الاستقرار. أكرم الدبعي يقول: مع العمل الجاد يتحول الحلم إلى واقع، ثم تكبر الأحلام ويزداد النجاح. التخطيط الجيد والعمل والمثابرة والصبر من أهم أسباب النجاح. هذه هي شبوى، وهذا هو ابنها البار بن عديو، هذه هي مارب، وهذا هو سلطانها العرادة. إنهما النموذجان الراقيان ليمن اتحادي جمهوري جديد. محمد كتب يقول: شبوى أصبحت ورشة عمل ليل نهار في بناء الطرقات وجميع الخدمات بهمة عالية وحس وطني رائع، شكرا لسلطتها المحلية. أيضا في التغريدة التالية كتب عبد الكريم أبو صخر: إننا لا نقدس أشخاصا، ولكن إذا رأينا اليمن بكل محافظاتها ولاحظنا أي المحافظة التي حظيت بالمشاريع الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية نجد شبوة في المقدمة. هنا السؤال، لأن المحافظ بن عديو قام بواجبه على أكمل وجه، وهذا الكنز الذي كسبه في قلوبنا جميعا. محمد بكير يقول: نحتفل اليوم بالذكرى الثانية منذ تولي الأستاذ محمد صالح بن عديو كمحافظ لشبوة، حيث شهدت شبوة خلال السنتين الماضيتين تطورا ملحوظا في العديد من المجالات، بعد أن كانت في السنة الأولى منحصرة مشاريع التنموية في المديريات المحورية. نحتفل اليوم ونحن نشاهد هذه التنمية تصل إلى أقصى المديريات النائية، وبإذن الله تعالى أن نحتفل بعد سنة من اليوم بالذكرى الثالثة ونحن نرى اكتمال العمل في أهم المشاريع الاستراتيجية التي بدأ العمل فيها والتي وقعت عقودها، مثلما كانت الذكرى الثانية أكثر زخما وقبولا مجتمعيا وتنمويا، فكلنا ثقة أن تكون الذكرى الثالثة أكثر إنجازات نوعية، ومتفائلين جدا بوجود باني شبوى على رأس هرم السلطة في شبوى. أما أيضا وهذه صور نموذج للتنمية في شبوى. أيضا في التغريدة في المنشور التالي كتب عبد الخالق عطشان يقول: تفرد شبوى بالحضور النهضوي مرده إلى تفردها أيضا بانتصار قيادتها الشرعية على تثبيت دعائم الأمن وفرض السلطة الشرعية
وتعاون أبناء الشبوة في كل العمليات من المقاومة مرورا بالأمن وصولا للإدارة الناجحة لمؤسسات الدولة وتغليب المصلحة العامة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الضيقة، إضافة إلى إيقاف أي تحكم خارجي. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الرسالة التي وردتنا من الأستاذة هاجر الحجيري، تقول وردتنا رسالة على الواتساب تقول: خلال سنتين فقط تحولت عتق من شبه مدينة تنام عند مغرب الشمس إلى مدينة تشهد انتعاشا اقتصاديا وحركة تنموية غابت لدى باقي المحافظات المحررة. أصبحت المحافظة اليوم تعيش حالة استقرار أمني، خصوصا بعد تسلم إدارة الأمن والقوات الحكومية زمام المسؤولية عقب خروج قوات ما تعرف بالنخبة الشبوانية بعد معارك أغسطس 2019. والسبب الجلي في التقدم الذي تشهده المحافظة يعود لنزاهة الشخصية والصفات الأخلاقية والإرادة ونضوج المشروع لمحافظها المميز محمد صالح بن عديو. أصبحت اليوم بمحافظها نقطة مهمة في تحول المحافظة ومركزها عتق، نقطة توحد نهضوي بارز ومطلوب من قبل أبنائها أولا، وبحرية قيادتها واستقلالها من وجود ميليشيا تعيقها من تحقيق ما تريده. فبدأت التنمية على مستوى كل القطاعات، وها هي اليوم تتقدم بصورة رائدة. يقول في رسالة محمد قائد، يقول: في عهد الأستاذ محمد صالح بن عدي وبدأت ملامح محافظة شبوة تتغير وتتشكل وكأنها تولد من جديد، لأن الرجل يحمل قضية الارتقاء بمحافظته ويملك همة عالية لتحقيق أهدافه، وفيه محافظته ينطبق قول الشاعر: لا يرتقي شعب إلا إلى أوج العلا ما لم يكن بانوه من أبنائه. هذه في رسالة من أما شبوة عمان من الإنجاز والتنمية: سلام عليك يا بن عديو، يوم ولدت ويوم توليت القيادة ويوم حققت الإنجاز، حقا بن عديو أحرج المحافظين من بعده، حفظ الله شبوة الحرة من كل سوء ومكروه. اسمه أنصاري حريب مأرب، هكذا اسمه في الرسالة. ويقول أما حسناء المرادي تقول: أية محافظة خارجة عن عصابات الحوثي وعصابات التطرف ستشاهد فيها الأمن والاستقرار والتنمية. مأرب وشبوة أكبر نموذجين، فيجب على أبناء اليمن أن يقفوا إلى جانب الحكومة ويبتعدوا عن العصابات لأنها تسعى إلى تخريب وشتات، حسناء المرادي. أما هذا يقول: أتمنى أن يتم عرض مشاركتي. يقول: لا تخافي يا شبوة، أبو مهند الشبواني: لا تخافي يا شبوة، فالزمن زمنك وستحملك الهامات مجددا منه، وإنما لا منا، وإنما خوفا من غضب التاريخ وأجيالي. الفارس الحميري يعيدك للأمجاد، عامان فقط وترك بصمات كبيرة لتاريخك، لتراثك، لقيمتك ولنضالك. عامان فقط عبد الطرقات وأنار الشوارع وشق الجبال وأعاد الأمل في نفوس أهلك. عامان فقط تحولت الأحلام إلى واقع ملموس في كل مديريات شبوة. شبوة ستبقين رمزنا الأبدي، وتاريخ يحكي قصص الأجيال والقادم أجمل. أيضا في رسائل كثيرة للمنصور عصيم، يقول: إنها محافظة شبوة دليل اهتمام القيادة بالمحافظة، وعلى رأسهم محافظ محافظة شبوة حفظه الله، وتكاتف وتآزر أبناء محافظته. أما صادق الأكحلي فقد كتب يقول: حققت شبوة خلال عامين كثيرا من الإنجازات والتنمية، فمن حيث الإنجازات
التي تحققت أنها تتقدم المحافظات الجنوبية في الريادة والقيادة والتوجه العسكري التحرري الذي لا يعرف الخضوع ولا الذل للانقلابيين، حيث شكلت قلعة صلبة كما تم إنجاز كثير من المشاريع الخدمية وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما شكلت أيضا هي والمحافظات الجنوبية الوجه الجمهوري الديمقراطي الوحدوي، حيث رأينا أبناءها كتلة واحدة مع الثورة والجمهورية والوحدة بالرغم من المؤامرات التي تحاك ضدها. طبعا لدينا الكثير من الرسائل، فقط هناك ملاحظة، تستطيعون أن ترسلوا لنا الكثير من الرسائل على الواتساب، نصية، صوتية، فيديو، ولكن تأتي إلينا قبل البرنامج، يعني نحن نضع العنوان بعد من الساعة الرابعة، الخامسة، السادسة، ونستطيع أن نستعرضها على الشاشة، ولكن احرصوا أن تكون رسائلكم قبل الثامنة حتى نستعرضها على الشاشة. أشكر كل من شارك معنا، كل من أرسل لنا مشاركاته، فائق تحياتي لكم ولشبوة العز والكرامة، في أمان الله.